السلام عليكم طلاب الأحباء، طلاب الصف الثاني. درسنا اليوم يا ثاني هو عن خصائص الجمع. اليوم درسنا عن خصائص الجمع، والذي سنتعلم في هذا الدرس كيف نجمع عددين أو ثلاثة أعداد بأي ترتيب. سؤال: باع مقصف المدرسة 317 فطيرة في الأسبوع الأول و 212 فطيرة في الأسبوع الثاني، فكم فطيرة باع في الأسبوعين؟ لو قمنا بجمع 212 زائد 317 وبطريقة أخرى جمعنا 317 زائد 212، فهل سيختلف الناتج؟ إذن عندما أجمع عددين فإنني أجمع بأي ترتيب وسأحصل على الناتج نفسه، أي أن الناتج لا يتغير. فلو جمعنا العدد 423 مع العدد زائد العدد 154 سيكون الناتج 577، ولو بدلنا بين العددين وجمعنا 154 زائد 423 فإن الناتج 577، أي أن الناتج لم يتغير. معناها إذا جمعنا 423 زائد 154 سيعطينا نفس ناتج 154 زائد 423، وهذه الخاصية تسمى الخاصية التبديلية، أي أننا نبدل بين العددين ونحصل على نفس النتيجة. إذا أردنا جمع ثلاث أعداد فإنني نجمع بأي ترتيب وسنحصل على الناتج نفسه، أي أننا إذا لو جمعنا أول عددين ثم جمعناهم للعدد الثالث فإننا سنحصل على الناتج 888، وبطريقة أخرى لو جمعنا العددين الآخرين وجمعناهم مع العدد الأول فإننا سنحصل على الناتج 888، وهذه الخاصية نسميها الخاصية التجميعية، أي أننا جمعنا أول عددين وجمعناهم للعدد الثالث أو جمعنا العددين الآخرين وجمعناهم للعدد الأول، أي أن الخاصيتين التبديلية والخاصية التجميعية تعطينا نفس الناتج. وهكذا طلاب الأحباء نكون توصلنا إلى نهاية درسنا، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. شاكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.